ايوه يا ماما. يا حبيبتي ما انا سايبه لك ورقه على باب الثلاجه اني طالعه اسكندريه. ما يا حبيبتي ما فيش حاجه، اطمني. هقول لك على كل حاجه اول ما ارجع. لا لا مش لوحدي، معايا عادل. خلاص خلاص، حاضر يا ماما حاضر. اقفلي بس التليفون دلوقتي، مش عايزه انه يفصل شحن. يلا باي. أنا فعلاً حاولت إن أنا أقول لك، بس أنت عارفة كويس حالتك في الفترة دي كانت عاملة إزاي لما كانت أمينة في العزل وفي المستشفى. أنا ما حبيتش إن أنا أزود التوتر اللي عندك، كمان هي طلبت مني. وأنا ما طلبتش يا عادل؟ أنا ما طلبتش؟ ده أنا لما عرفت الموضوع ده من بعد موت نبيل ما قلتش حاجة، ما نطقتش، ما اعترضتش على حاجة. قلت لو ليهم حق ياخدوه. كل اللي انا قلته ان البنات ما تعرفش. يا ناديه، امينه ما عرفتش مني. امينه جات لي وهي عارفه ان ليها اخت، وعارفه كمان ان انا عارف، وطلبت مني ان انا احكي لها كل الظروف، وانا طبعا حكيت لها وما جبتلهاش سيره ان انت عارفه. وبعدين الحمد لله، الحمد لله، يمكن ربنا عمل كده عشان الموقف اللي احنا فيه. يا ناديه، امينه فعلا محتاجه لاختها شهد. أنا مش عارفة أفكر، مش عارفة أفكر، متلخبطة، خلاص مش قادرة. ما هو ده اللي خلاني أصمم إن أنا لازم أجي معاكي لما كلمتيني إمبارح عشان تاخدي العنوان ونمرة التليفون. قلت ما ينفعش كده تروحي من دماغي وتطبي عليهم لوحدك. هما عارفين إن إحنا رايحين ولا إيه؟ أول ما نقرب من البيت هبتصل بيهم.